وشدد الجعفري على أن الحكومة العراقية تعمل بالموازاة مع الشق الأمني من خلال القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله، تعمل أيضا على الشق السياسي الذي من شأنه أن يشعر كافة العراقيين بالانتماء إلى بلدهم والاتفاق على أن المعركة التي يخوضها العراق ضد الإرهاب في الوقت الحاضر هي معركة جميع العراقيين. الشق السياسي يمشي جنبا إلى جنب مع الشق الأمني. الشق السياسي أن الحكومة العراقية تتقدم، شوفوا مجموعة الوزراء الآن موجودين من خلفيات متعددة فيعملون سوية. البرلمان العراقي بهويات سياسية متعددة من كل الديانات، كل القوميات، كل المناطق بالعراق، كلهم يلتئمون في هذا الجانب. فالعملية السياسية تمشي جنبا إلى جنب مع هذه. حرية الصحافة موجودة، حرية التظاهر موجودة. الحكومة عندما كانت سابقا تظهر مظاهرات تبعث شرطة لحماية التظاهرة وليس لمنع المتظاهرين، تحميهم من أي سوء ما داموا يلتزمون بالقانون.